بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات أنف ودجاج. هذه الحلقة إن شاء الله تعالى غادي نوريكم إن شاء الله تعالى الدجاج أو جمعته في هذه البليصة هذه. ما كنتش كنتحكم فيه قاع، كان ديما تالف والبيض ديالو ديما متلفو. دابا ان شاء الله تعالى غادي يبقى محبوس واحد المده ديال على الاقل واحد الاسبوع على ما يولف على المكان، على ما يولفنا على المكان باش يبقى يبيض لنا له في دوك البياضات اللي درنا صغبنا لهم ان شاء الله تعالى. ومع العدد قليل احنا ان شاء الله عاد مع جبنا لهم الديوكه ان شاء الله ديال الفيومي، اربعه ديال الديوكه ديال الفيومي جبناهم، خصهم على الاقل واحد 40، يعني كل ديك كل 10 ديال الدجاجات. دابا يلا عندنا شي 16 دجاجه ولا 15، بغض النظر على السكر، السكر ما نهضروش عليه. وان شاء الله تعالى عندنا واحد جوج دجاجات هنا هما قارقين، خرجتهم على برا كيخسروا لينا البيض، هما قارقين مساكن. دابا خاصهم غير يقرقوا، خليهم يبدو شي شويه عاد نديرهم في الماء، لان الاخوان خص الانسان ما ماشي خصو يديرهم في الماء ينوض وهما سخونين وكدا، يديرهم في المرا دي مرضو له. الا كنتو تذكرتو في الحلقات الماضيه الاخوان داكشي اللي كان وقع ليا، كانت الدجاج جبتهم في السوق يلاه سخون، وحيدتهم من الخنشه مع سخون الحال. اصلا كانت ديك الساعه واحد شي 12 النهار، ودرت له الماء بارد برد ديفول، درت له ودرت له الماء بارد، ما درتلوش الماء سخون، الماء دافي زعما، ما درتلوش الماء دافي باش ما يمرضش ليا. مع كان سخون وضربوا البرد صافي، تما فين هز المرض اصلا. وانتم كتشوفوا الاخوان ما شاء الله تبارك الله، دابا الدجاجات ديالنا هما كيولفوا على المكان. هذا هو النهار الثاني اللي جديتهم فيه، هذا هو النهار الثاني. دابا الصاد عليهم راه كيهزوا شويه ديال كيهزوا جناحاتهم. انت الدجاجات بغاو يهبلوا، ها بغاو يهبلوا باش يدخلوا لداخل، والله العظيم. دابا نشوفوا لداخل، ندخلوا لداخل الاخوان، غادي نشوفوا ان شاء الله تعالى. ما كيبان لكم هنايا واحد العلافه صغبتها، طريقه سهله يعني اللي بغى يقاد غير في الدار عنده. غادي نوريكم الطريقه شويه، هي بسيطه دغيا وسهله. غادي ندخلوا لداخل ان شاء الله بعدا، غادي نعاود نكملوا الفيديو ان شاء الله. ما دخلنا الاخوان داخل، كنعتذر شويه عن الظلمه لان قرب المغرب. دابا عندنا هنايا كما كتشوفوا راه المغرب قرب، عندنا الظلام. كنظن ان الصوره واضحه في الفيديو هنا. نظروا على هاد العلافه ما شاء الله تبارك الله، هذه يمكن لك تصغبات انت غير من القصدير، من البلاستيك بي في سي. هذا واحد من النوع ديال قادوس، النوع ديال القادوس من السيما تعرفوه، ما كتقطعوش في النص، هو ما كتقطعوش في النص، كتحسب واحد المسافه قليله صغيره الفوقاني، خصها تكون صغيره باش تجي الدوره باش العلف ما يضيعكش. هذه الصباح راه كانت عامره كلها بالنخاله والسكاليم، هذه راه كانت عامره كلها وما خلاو فيها حتى حاجه. يعني هانتوما الاخوان، هانتوما هل يعني راه يمكن لك تهزها بحال هكا، بحال هكا هي، وتوقفها وتنقيها وتعاود تردها. بالنسبه للطوبيات اختي، اخوتي الطوبيه ديال وحده، طوبيه وحده يعني ديال النص، قسمتها على جوج كيما كيظهر لكم. ها هي الطوبيه ديال النص، خويتها من هنايا وخويتها من هنايا باش يجي فيها العلف باش ما يضيعش لا من هنا ولا من هنا. هانتوما الاخوان، هانتوما ها هذه تحطها هنا، وهادي تحطها هنايا، وهذا يمكن له يكون تم من البلاستيك. هانتوما الاخوان، عطيتهم شويه ديال الماكله فيه، ها ما شاء الله وخا الليل تبارك الله كيجيو ياكلوا. عاوزتهم شويه ديال الاخوه، وهذاك تبارك الله هذاك كامل كان عمر الصباح وخوه. بالنسبه لي اخوتي اللي قلت لكم، انا عندي اربعه ديال الديوكه في يومي، وان شاء الله تعالى غادي نجيبوا لهم علقه، خاصها تكون عندنا واحد 40 دجاجه هنايا، 40 دجاجة. بالنسبة للسكور غادي نحيدو ان شاء الله، السكور هو بيبي غادي نحيدو من هنا.
غير دابا جمعناهم مع العدد قليل وجمعناهم. الدجاجات ديالنا هما على برا، مازالين على برا، قلبوا يدخلوا ياكلوا، وريني كيقرقونا على البيض. وانا نخليهم تما واحد المده ديال 3 ايام على برا على ما يحيدوا القرق باش ينوضوا يبيضوا لنا ان شاء الله تعالى. بالنسبه لاخوتي الحصيله ديال البيض هذا النهار، حصيله البيض كما كتشوفوا هنايا انتما، اليوم درنا لهم هنا شويه النجاره كيما كيبان لكم. النجاره هنا، النجاره انا هاد النهار بيضوا ثلاثه البيضات ما شاء الله. عندنا 15 دجاجه بيضوا لنا ثلاثه البيضات هاد النهار، مع تبدل عليهم المكان لابد هادي يكون البيض ناقص في الاول، لانهم كانوا كيبيضوا لنا غير في الخلا. هنايا جوج بيضات، جوج بيضات هانتوما الخوت ما شاء الله تبارك الله، يعني الكاليبر يعني راه الحجم شويه لا باس به، حجم البيض البلدي. وغادي يكون موجه ان شاء الله مع غادي يكون موجه مع الفيومي باذن الله. هنا الفوق والو، هنا ما كاين شيء، واللي كذلك. ونتمنى ان شاء الله نشوفوا الحصيله ديال غدا ان شاء الله تعالى. اليوم خمسة الصباح ما خليت انا حتى بيضه، واليوم ان شاء الله خمسة ديال البيضات، ومن هنا غدا ان شاء الله يكون خير. هانتوما الاخوان عندنا تما واحد جوج بيبيات، ان شاء الله غادي نديرو لهم واحد، نجيبو لهم الذكر باش حتى هما ان شاء الله نديرو منهم السلاله، هما نديرو منهم زعما ندير لكم عندنا شويه ديال البيبي، شويه ديال البرك، شويه ديال الدجاج الفيومي، السلالات، البراهمه. غنتصلوا بالاخوان ان شاء الله ونحصلوا على السلعه اذا كان شي واحد من الاخوان يفيدنا في السلعه ان شاء الله باذن الله. بالنسبه لاخوت الاخوان على حساب الماء راه دايرين لهم دابا اوتوماتيك، دابا نديرو ان شاء الله اوتوماتيك، دابا دايرين لهم تما غير ديك الشرابه وكنبدلو لهم في النهار اللي يجي على البركه وحده، ومن بعد ان شاء الله غادي ندير لهم هنا اوتوماتيك، غادي يكونوا على الجناب. هذا هو الاخوان، هذا الشيء هذا اللي كاين هذا النهار. الحصيله ديال البيض هي هذه كتشوفوا خمسه بالنسبه ل 15 دجاجه، لا باس بها يعني في اليوم الاول باش تحبسوا، لانهم كانوا كيرعاو هذا الدجاج كله كيرعى، ما عمره ما تحبس، اول مره كيتحبس. ونجربوا ان شاء الله هذه القضيه ديال التربيه داخل القن. الدجاجه ديالنا دي بات على برا هاد النهار لان قاقين ضروري. بالنسبه للفلسات ديالنا خوت، حنا وسعنا اليوم هنايا، وسعنا اليوم، اللي بغى يخرج على برا يخرج، اللي بغى يجي البراد السخون يجي. مع كبروا تبارك الله عندهم دابا تقريبا شي 25 يوم ولا 26 يوم، وهم ما شاء الله في حاله جيده تبارك الله ما شاء الله. بالنسبه للنفوق ما كاينش، بالنسبه للعلف هما تبارك الله كياكلوا، يعني النفوق ما كاينش، ما كاينش اللي ماتوا لنا ولا شي حاجه. الماء هو عندهم، الماكله عندهم، كيشتو لنا شويه ديال الماكله، غير الاخ ما عرفش يعطيهم، انا حيدت لهم ديك الماكله. الماء هو كاين، السخونيه. بالنسبه للبطه ديالنا، البط ما شاء الله تبارك الله راه كبر، شوفوا تبارك الله كيولا في الحجم ديالو، راه كبر تبارك الله، وراه درنا له واحد لابيسين. ايه لا شتو راه هو صغيور تما فين كيقي النهار كامل وكيرتاح ما شاء الله. حنا بدينا بهاد البركه ديال الفلاس، وانتم معنا ان شاء الله تعالى في هاد الفيديوهات كاملين. ولا كان شي اقتراح من الاخوان مرحبا به، ونتمنوا ان شاء الله تعالى انكم تدعمونا بالضغط على زر لايك والاشتراك بالقناه، وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد معنا في القناه هذا، ونتقاسموا معكم ان شاء الله الولاعه ديال هادشي ديال الدجاج. والله الخوت الا غير بليا مبليين بهاد الدجاج بشحال هادي، حنا مبليين به. يلا تبارك الله عليكم وساعتكم سعيده، وان شاء الله تشاو تشاو ان شاء الله نتلاقاو في فيديو المجيء باذن الله. فيديو جاي ان شاء الله تعالى غادي نوريكم الارانب، راه حنا جبنا الارانب وحطيناهم في داك الكاب اللي بنينا، دابا نوريهم لكم ان شاء الله. بالنسبه للاخوان اللي كيقولوا لي خصك زعما تجير، مازال الخوت ان شاء الله حتى راني ندير واحد، ندير ان شاء الله واحد التفقيسه ديال 1000 فلوس باذن الله، وهاد البصه كلها تجير قبل ما نحطها. دابا ما كاينش العدد كثير، كاين غير شي 60 65 ولا 70، يا ربي 75 بالضبط بكلشي، هادشي اللي كاين زعما هذاك الشيء ما بغيتش نصبغ وكذا، خليت نديمار ان شاء الله ديال 1000 باش نعطيهم حتى
نعطيهم ان شاء الله تعالى التحصينات ديالهم، وان شاء الله بيكون الخير باذن الله. وتابعوا معنا القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.